السلام عليكم متابعي مصر زمان. تعالوا نشوف أول مجابلة بالصدفة بين الملك فاروق والملكة نريمان. الملك فاروق في يوم راح زيارة لأحمد باشا نجيب الجواهرجي، ده الجواهرجي الخاص بالملك فاروق وكان بيتعامل معاه دايما. وهناك حصل اللقاء الأول بين ملك مصر والسودان ونريمان صادق. نريمان في اليوم ده راحت مع خطيبها المحامي محمد زكي عشان ينجوا خاتم الشبكة، طبعا عند الجواهرجي اللي بيتعامل مع الملك. الملك فاروق كان حاطط شروط معينة. بعد ما طلق الملكة فريدة سنة 1948 عشان يختار ملكة مصر اللي هيتجوزها بعد طلاقه، من ضمن الشروط دي ان تكون وحيدة والديها مش عندها اخوات، ويكون اصلها مصري ومن الطبقة المتوسطة العليا يعني مش من طبقة البشوات، وتكون صحتها كويسة وسنها صغير عشان تكون أم لولي العهد. كان أحمد باشا نجيب الجواهرجي لما الملك بيروح عنده المحل بيكفل باب المحل ويمنع دخول الزبائن احتراما للملك، وكان يعني في أوقات بيوقف حرس قدام المحل. وتصادف في الوقت ده ان الحارس راح يجيب بعض المشغولات الذهبية الخاصة بالملك من الورشة، والتاني راح جروب يجيب عصير ليمون للملك، اما سكرتير المحل برضو راح يجيب الجنيهات الذهبية اللي الملك كان طالبها. في اللحظة دي وبالتحديد كان القدر بيلعب دوره، ومن هنا جات الصدفة عشان يحصل اللقاء الاول بينها وبين الملك فاروق. وقت ما الملك كان عند الجواهرجي سمع الجواهرجي صوت خطواتهم نريمان وخطيبها المحامي محمد زكي، طلب منهم انهم ما يدخلوش عشان الملك موجود عنده. ولما الملك دخل في اوضه الخزائن اللي هي في المحل ودي خاصة بالمجوهرات، سمح ليهم الجواهرجي بانهم يدخلوا. قعدت نريمان على كرسي قدام اوضه الخزائن اللي موجود فيها الملك تختار خاتم شبكتها، وشافها الملك وأعجب بيها. بعد كده الملك نادى على نجيب الجواهرجي وطلب منه أنه يعرفهم بالملك لأنه عايز يبيع حجر سوليتير ويعتقد أنه حينال إعجابها. وأخذ الجواهرجي رقم تليفون نريمان، وفجأة اتصل القصر بأهل نريمان وردت عليهم والدتها وإدتهم رقم تليفون والدها في الشغل. اتصل الملك فاروق بوالد نريمان وطلب منه الجواز من بنته اللي هي بتنطبق عليها الشروط اللي كان حاططها الملك للملكة اللي عايز يتجوزها. والد نريمان اتصاب بحالة من الفزع والرعب، مش مصدق وخايف وظن ان الجوازة دي من نزوات الملك، يعني يحسب انه عايز يتسلى شوية وبعدين خلاص يرميها ويسيبها. ورغم كده والموقف اللي حصل اتكلم والد نريمان مع خطيب بنته محمد زكي عشان يقدر الموقف، وفعلا تم فسخ الخطبة. طبعا ما يقدرش يتكلم ولا يتمسك بالخطوبة، هتروح فين يا صعلوك بين الملوك؟ ده الملك شخصيا مش اي حد، لدرجة ان الخوف خلاه يفكر يهرب برا مصر هو واسرته. لكن الناس حذرته وخلته يتراجع عن فكرة الهروب، وفجأة يتوفى حسين فهمي صادق والد نريمان بالسكتة القلبية، ويحضر الملك العزة ومعاه كبار رجال الدولة. كانت نريمان بالطبع سعيدة بالجوازة زي أي واحدة حلمها ترتبط بملك زي ملك مصر، فكانت تتخيل نفسها داخل قصر عالدين، وده كان شرف كبير وعظيم تتمناه أي واحدة. بعد زيارة الملك فاروق إلى نريمان في بيتها بفترة يعني مش قصيرة، لدرجة إن نريمان حست فيها بالخوف والقلق. دق جرس التليفون في البيت وكان اللي بيتكلم هو الملك فاروق، وقال لها انها هتسافر اوروبا ومعاها عمها مصطفى صادق اللي كان قد تم استدعائه الى قصر عابدين بناء على تعليمات من الملك. وتم ترتيب السفر، وبالفعل سافرت نريمان الى ايطاليا للتدريب على قواعد البروتوكول الملكي. قعدت نريمان في روما في السفارة المصرية في فيلا سافويا، وهي البيت السابق للعيلة المالكة الإيطالية اللي كانت بتعيش في الفترة دي في اسكندرية، وفضلت في غرفة النوم الخاصة بملكة إيطاليا السابقة.
وتم تكليف الكونتيستا ليلى مارتليه، وهي من أكثر السيدات في أوروبا ثقافة وخبرة، وعلمتها السلوكيات العامة واتكيت البلاط الملكي. وفضلت ناريمان 6 شهور وبعدين نزلت مصر. حست ناريمان بسعادة وفرحة كبيرة بأن الملك طلبها للجواز. اتخيلت نفسها ملكة مصر وجلسة داخل قصر عابدين بجوار ملك مصر والسودان. ومع الاحتفال بعيد ميلاد الملك 31 تم الإعلان عن نبأ خطوبة فاروق بالنريمان صادق، وأضيئت النصب التذكارية، وقدم الجيش عروض عسكرية، ووزع وجبات مجانية على الآلاف من القاهرة وإسكندرية، وكمان الأراضي الزراعية على الفلاحين اللي ما كانوش بيملكوا أراضي. طبعا دي هدايا الملك لشعبه. واستمرت الخطوبة 4 شهور وبأجواء ملكية تم الجواز، حيث ظهرت الفتاة المصرية وهي لابسة فستان اتقال عليه انه مرصع ب20,000 ألماظة، واستغرق وقت عمل الفستان 5,000 ساعة، ولبس التاج من الألماظ، وتحرك الموكب من بيت ناريمان بمصر الجديدة في عربية رولز رويس حمراء، وملت العربيات الشوارع المليانة بالزينة والناس. ولما وصلت قصر عابدين كان الملك فاروق في انتظارها، واتعملت مأدبة كبيرة في حدائق قصر عابدين، وقطع الملك أول قطعة من تورتة الفرح، وعرضها كان 7 أقدام وتتكون من 7 أدوار، وقدم فاروق قطعة منها على طبق من الذهب لملكة مصر.